الكيان يعيش حالة أسر مثل ما كان صدام اللعين، ودول كلهم واحد يشبه الثاني، كان يأخذ القرار عن الأمة وعن الناس وعن الشعب وعن المنطقة. اليوم نتنياهو يتعامل مع الكيان ومع المنطقة بنفس الطريقة العنزهية، وبالتالي أنا يعني هو الرب الأعلى، هكذا اليهود حتى يحدثوا يعني خراب الهيكل الثالث. مثل ما أشار الأمين العام لحزب الله، اليوم الحزب يعني بجهوزية تامة. سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أطال الله في عمره يقول نحن ما زلنا حتى هذه اللحظة نقول ونتحدث نحن لم نشترك إلا بالقلة القليلة من الشباب وبالعدد القليل من العتاد والإمكانيات والأسلحة والصواريخ. إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. طيب. وهذا متفق عليه اليوم، وهذا في نقمة داخلية، وهذا وهذا الواضح إسرائيل متفق أو غير متفق. نعم هو غير الأخيرة. متفق، بس خلينا أكمل هاي الفترة لأنه صار مرتين الطيارة. عكس الداخل اللبناني بعد حادثة البيجر في الثلاثاء والأربعاء، مستشفيات طرابلس، طرابلس اللي كانت في يوم من الأيام حاضرة للتطرف، حاضرة للعنفيين والإلغائيين ضد حزب الله، مستشفيات طرابلس صارت تستقبل جرحى القياديين وعناصر حزب الله. وبالتالي اليوم لبنان أكثر تماسكا ولربما علاقة بين أواصر أطيافه ومجتمعيته أكثر من ذي قبل، حتى أكثر من 2006.